يا اهلا بكم متابعي قناة ارابيك تريلر. فيلمنا بيبدأ مع مجموعة شباب في ملعب كرة السلة، وبيكون هيون واحد منهم، واللي بيبقى عنده مشكلة انه اصم ومش بيقدر يشترك مع زمايله في اي العاب جماعية، ودايما بيتعرض للتنمر بسبب كده وانه مش بيقدر يسمع. وبتكون في فرقة بنات اسمها فتيات النجوم، والكل متعلق بيها وبأدائها. لكن في يوم بيكون هيون مع زميله يونج، وفجأة بيلاحظ بوستر للبنت اللي معجب بيها في فرقة فتيات النجوم واللي كان اسمها سو، وبيفضل يحييها، وفجأة واحد يسرق البوستر من قدامهم وبيفضلوا يجروا وراه وبيطردوه، ولما بيزهق الحرامي منهم بيقطع البوستر وبيرميه وبيهرب بسرعة. وبياخدوا يونج ومش بيصدق نفسه، وبتسمع سو ان إيلي اللي معاها في الفريق بتتكلم عليها، وبتبدأ تحس من جواها ان الكل فاكرها متكبرة، فبتقرر انها هترجع للمدرسة وهتسيب الفرقة، وبتحاول باقي الفرقة انهم يرجعوها عن قرارها بس بلا فايدة. وبترجع تعيش مع عمتها، وتاني يوم بيتجمع مجموعة من معجبين إلي واللي كانت معاها في الفريق، وبيروحوا قدام بيت عمة سو لمجرد بس انهم يهنوها. في نفس الوقت كان هيون معدي بالصدفة وبيشوف المنظر، وما بيبقاش فاهم هما بيقولوا ايه لانه مش سامعهم وما بيشغلش دماغه وبيبص لموبايله. وفجأة اول ما سو طلعت بيرموها بالبيض، الصادم انها تلاحظ ان هيون واقف معاهم، وبتعرف من جواها ان إيلي هي اللي مدبرة كل ده وبعت كل دول قدام بيت عمتها. وبتوصل للمدرسة وبتطلب من المدرس انها تكون في صف هيون، وبتكذب عليه وبتعرفه انها تعرفه من ايام الطفولة. واول ما دخلت المدرسة الكل بيتجنن ومش بيصدقوا انها موجودة معهم في نفس المدرسة. وبيطلب يونج من هيون انه يحتفظ بالبوستر عنده لان والدته رفضت تخليه في البيت عندها. وبتدخل سو ويتصدم يونج اول ما شافها، وبتقعد جنب هيون وبتسأله لو كان من المعجبين بتوعها، بس ما بيردش. وبتتحرج اول ما وراها يونج صورة إيلي اللي على موبايله. وبعد المدرسة بتقرر انها تتقرب منه بما انه الشاهد الوحيد على اللي حصل لها، وبتبقى فاكرة انه عارف كل حاجة وما تعرفش لسه انه ولا في دماغه ولا فاهم هي بتقول ايه اصلا. وبيطلب هيون منها تتكلم ببطء عشان يقدر يقرأ شفايفها، وما بتبقاش فاهمة هو ليه بيطلب منها كده. وبتعرفوا انها نسيت شنطتها في المدرسة وهترجع تجيبها بسرعة. وبتقابل بالصدفة زمايل هيون وبيعرفوها انها اكيد حزينة لانه مش بيرد عليها. وبتستغرب سو من كلامهم وبتتصدم اكتر اول ما عرفت انه اصم. وبتسأل المدرس وبتتأكد منه، لكن يعرفها انه اتعلم قراية الشفايف من صغره وعشان كده بيقدر يترجمها وبيرد عليها. وبيعرض عليها لو حابة تغير مكانها في الصف وما بتبقاش عندها مشكلة، وبتعرفوا انها حابة الموضوع وهتساعد هيون كمان في دراسته. وبترجع له وبتبقى لطيفة معاه، حتى بتخرج معاه على طول وبقوا أصدقاء. وتاني يوم بيعرف هيون والدته انه بقى عنده زميلة جديدة ومشهورة كمان واسمها سو، وبتفرح جدا بما انه بدأ يكون صداقات. وتاني يوم بتستغرب سو هو ليه دايما بيمشي جنب الحيطة، وبتسأله وبيعرفها ان في يوم حصل له موقف مزعج وخاف ومن ساعتها وهو بيعمل كده. واول ما وصلوا الفصل بيطلب منهم المدرس انهم يختاروا فريق بما ان العرض التقديمي للمدرسة قرب، وبتطلب سو من هيون يكونوا في نفس الفريق، وبيقرروا كمان انهم هيتدربوا في بيت هيون. وبعد المدرسة بيروحوا بيت هيون وبيعرفها على والدته، واول ما دخلت بتستغل الفرصة انها تدور على اي حاجة تخص إيلي وممكن تلاقي اي دليل في اوضته، وما بتوصلش لاي حاجة. وبيتقربوا من بعض وده كان كويس بالنسبة لها عشان تسأله عن اول يوم في المدرسة ليها واللي حصل فيه معها. وبتعرف منه ان اكتر رياضة بيحبها هي البولينج بما انها مريحة بالنسبة له ومش محتاج يتواصل مع اللعيبة اللي فيها. وبتشجعه سو انه يعمل فريق للبولينج في المدرسة وهتساعده كمان انه يجمع باقي الفريق. وبتوصل والدته وبتعرفه انها محتاجاه اخر الاسبوع يساعدها في شغلها، وبتعرض سو انها كمان هتساعدهم. وبتروح تاني يوم وبتلاحظ والدته انه متغير وسعيد، حتى المدرسة اللي ما كانش بيحبها بدأ يروحها بس عشان يشوف سو على طول، وبتاخد معاه سيلفي وبترفع الصورة. وفي نفس الوقت بتستغل قربها من هيون وبتسأله عن اللي حصل لها اول يوم في المدرسة ومين اللي جمع معجبين إيلي قدام بيت عمتها. وبيعرفها انه ما يعرفش حاجة وكان معدي بالصدفة وشافهم ومش بتصدقه برضه بما انه كان واقف معهم.
وبينكر هيون بما انه فعلا ما يعرفش اي حاجة، وبتغضب سو وبتحرجه بكلامها. ومن سوء حظها ان مدير اعمالها شاف الصورة اللي شيرتها مع هيون، وبيروح لها مكانها وبيتعصب عليها بما انها بقت بتتصرف من دماغها وبحريتها في كل حاجة ولا بتاخد حتى برأيه، وبيسألها عن الشخص اللي كان معاها في الصورة، وبتعرفه سوء انه ولا حاجة بالنسبة لها وانه كمان اصم ومش بيسمع. ووقتها هيون بيكون بيقرأ شفايفها وبيعرف كل اللي قالته وبيحزن جدا، وبتحاول والدة هيون انها تهدي الموضوع، وبتخرج سو بعدها وبيكون هيون مستنيها، وبيتضايق اكتر وبيربط كل الاحداث، وبيتأكد انها استغلته طول الوقت وكانت بتمثل عليه عشان تعرف مين اللي كان ورا اللي حصل لها، وبيحزن اكتر واكتر بما انها كانت بتفكر فيه بالمنظر ده ولا كانت حتى بتثق فيه وما بتعرفش ترد عليه. وبعد فترة بتحاول والدته انها تواسيه وتخفف من حزنه، وبيعرفها انه اعتبرها زميلة من اول يوم شافها فيه، الا انها خذلته ومش هيقدر يثق فيها تاني ولا عاوز يتقرب منها مرة تانية، وبقت بالنسبة له ولا حاجة. وتاني يوم بيكون في المدرسة وبيتجاهلها تماما، وبتفضل برضه مراقباه، وبيقرر هيون انه يعمل نادي للبولينج في المدرسة، لكن سو بتقرر انها تدخل نفس النادي. ولما بيعرف باقي الطلبة ان سو اشتركت بيحاولوا كلهم انهم ينضموا لنفس النادي، وفي النادي بيتقربوا منها وبيمدحوها، وبيتضايق هيون من المنظر ويتعصب عليهم اكتر ومش بيسمعوه، وبيسيب المكان وبيخرج، وبتروح سو وراه وبتحاول توضح له كل اللي حصل وانها ما كانتش قادرة تقوله لانها ما كانتش واثقة فيه، وبيسيبها برضه وبيمشي. لكن بصدفة بيشوف نفس الشخص اللي كان مع جماعة معجبين إلي ورموا البيض على سو، وبيستنوها تاني وبيرموها بالبيض، لكن هيون بيلحقها ويحميها بسرعة. وبالليل بيراقب الشخص ده وبيلاقيه مع صاحب وكالة مشهورة وبيصوره كمان، وبيرجع لسو وبيحاول يقنعها ما تاخدش اي قرار ولا تسيب حتى فرقتها، وبيعرفها ان في حد تاني غير إلي هو السبب في اللي بيحصل لها، وبتوعده انها هتفكر في الموضوع، وفي النهاية بترجع كل حاجة زي ما كانت، وبيعرفوا الشخص اللي كان ورا كل اللي حصل لسو. حتى هيون بقى مؤلف اغاني لنفس الفرقة، وبقت سو معجبة بيه اكتر. وانتهى فيلمنا النهاردة. انا محمود عصمت، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت لأقرب تريلر عشان نكبر بيكم.